عليكم ورحمة الله وبركاته، يسلمون عليكم بوي الشباب كلهم. شهاب. السلام عليكم. صلاح. صلاح. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. شهاب أبوي داخل علينا بهالخريطة، هالخريطة من وين شهاب؟ هذا اللوبيا. من لوبيا؟ من لوبي. لوبي. اللوبي، من وين عاطنك إياه في اللوبي؟ هذا وايد. شهاب، هذا من وين؟ هذا مال وايد بنات مريم. من مريم. اسمها مريم، من وين مريم هاي؟ مال أبو دابي. عود ولا صغيرة؟ صغير ياها بيبي؟ لا لا ما في بيبي، شباب يعني كم سنة؟ 25 25 بنية ما شاء الله، عروس يعني. عروس يعني. شو عادة هذا هو؟ شو هذا؟ هذا مال خبز كيك يعني. كيك. وقالت لك حق منو؟ حق أرباب صلاح. حق صلاح حاجة. بس؟ حقنا نحن كلنا ولا حق صلاح؟ أرباب صلاح خصوصي أرباب صلاح. ها العود معجباته شوف. بعد. شكرا مريم. ايه شكرا مريم. مريم شكرا. شكرا وايد حبيبتي مريم. لا قول شكرا حبيبتي. لا تيجي. قول شكرا حبيبتي. حبيبتي. حبيبتي مريم. مريم حبيبتي. مشكورة. شكرا. يا الغالية. يا البركة. باقي. لا البركة. البارح ويوم نحن سايرين المول هناك وين مال الفواكه وين يبيعوا فواكه لقيت الفاكهة هاي كنت ماكلينها قبل في الكويت العام اظني. موجودة في البلاد في كل مكان غير أنا ما اتخذتها يعني عيبتني يوم صرت الكويت يا زثلي وخدت منها خريطتين جبتن بتيكم أقول حق علي طعمه كان يا زلك خبرني وباكر بناخذ زيادة يوم جيته طالع بالله عليك ها تحرونه فالق محار يعني ها فعايل بنادم لو بعدني مودن أبوي حق كولية على الفرضة ما أكلوا هالأكل حشي يا أبو علي شو هالفعايل؟ ده عجبني وعجبك تصمصم عليه كامل؟ اه حاجة مش موجودة عندنا في مصر يا سلام روح وين نروح؟ أول شيء دورتون الدم زين وشفت هذا شو سوى الحينة؟ إيه؟ كان وايد ولا شوية؟ لا دبة دبة أدري صباح الخير سايرين نحن أبوي ترمينال 1 ترمينال 1 اليوم مكان فنان زين مدحونه والله كذي جايين له العام أنا صح ابوي لازم هاي قهوة الصبح لازم ايه هاي ابوي اهلا وسهلا كيف حالك الحمد لله شيء ايه بس الحمد لله اهلا شيخ كيف حالك شيخ ايه الحمد لله ما بس الحمد لله ان شاء الله وين تبغى نسير اليوم؟ اجيب الطوم خبز زين تاخذ هدوم؟ بس حق منو؟ الطوم حق الطوم ان شاء الله حبيبي الله الطوم وين؟ لندن ما بلندن امريكا 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 الحين لا حقك انت صلاح هي قولها شكرا سبايديكا وحده نص انت ونص علي زين ما بمخاطره بعد حر ولا برد ما بابا يسألك حر لو برد ما تعرف باقي. برد وين يا برد صلاح عيب صلاح صليت الصبح كم ركعة يا لهوي عشرة اثنين بس اثنين صلاح اثنين بس صبح اثنين هم كاتو صلاح بعد تمطح صلاح علي يحبك حبيبي وانا بحب صلاح حبيبي صلاح هات بوسه صلاح انا بحبك قوي بابك هذا بحبك انا البوس حب البرص حبك برص قال صلاح ساير ابوي يدسم شارب اللي اعطاك هوا قلت له شكرا ايه وين بنصير نحن الحين ترمينال 21 لندن نسيت الجريز انت ترمينال 21 مثلا لندن هذا شو كاكاو هذا سحر هذا بليز بليز سواها فيك ها علي من حبيبي كلنا مزرات اكوابنا انت ليش خلصت حبيبي حبيبي حركتن
اوكي صلاح حق منو هذا؟ حق لا هسه ما اللي اخذته على الطوم. حق الطوم زين شكرا حبيبي. حليم عفوا حليم ما في حليم اطلب شو في وايد حليم؟ ايه عيب الصبح مسجلين لكم مليون سناب ولا واحد من هالطاع ينزل ما طاع ينزل الا مال هذا مال القطاع بتبنى بس ما ادري شو السبب شيء مول جديد عندهم يسمونه امبيريوم الحين نحن سارين نتغدى فيه لقطنا بنيات صديقة صلاح وقال لنا بنسير اعتونا عليه شيء مطاعم في الدور السابع عندهم نحن سارين لهم اللي في الدور السابع واحد منهم مطعم تايلندي اللي انا متعن اسبب اللي مخبريني يعني يعني المول شيء شكله حلزوني وانت تركب هذاك نحن المطعم اللي بنسير له تحس كأنك نظامة كأنك في غابة استوائية الشير هالي فوق تقطع الربيع تولي تحت تولي تحت تولي انت مطرد لكن الأرضية هذا وين تونا راكبين الأسانسير هناك تحت وانت تسير ها وانت لين فوق ها المكان يكاد أن يكون قمة لكن طلع عدلي وياي ها هذا مثلا ما بقمة حد يودي حد ما بقمة حد مكان قمة تنسوي هذا ربيعك خشمك عاد الحين لا حول لا قوة اللي جاي منه يتحمل به قمة عاد الوقيرة حلو المطعم فنان نمبر وين الحين صلاح يسأل عن شو طلبت أكل توم يام سوب وبابايا سالاد وبوميرو سالاد وان دابلي بي After that, right? Uh-huh. Three fried rice, vegetable and egg. One brown rice. And one soft shell crab. Okay. يكفي؟ رقم واحد. Thank you. مطعمهم كل شيء في بنفسج بعد. وين ما صدون بنفسج. شو ما شاء. لبسهم زيهم كراسيهم اللوادم حتى ربيعنا نحن بنفسجي لابس. ما شاء الله. بعد بالصدفة حتى انا ثاني لابس بنفسج ما شاء الله علي عيني علي بارده يا سلام شوفوا نسبه قليله من الفلور ابتدوا عاد يتفلسفون ليش يوم التوحيده يناخر وعلى شان انه وياك شو تباه بما معناه ان يوم التوحيده يناخر ليش تصوره وتظهره قدام العرب هو ما يجوز له الحين بخبركم عاد ثاني يجوز له لو ما يجوز له ثبتك عسب افتك من كل دقيقة يجيني مسج فقلت مرة واحدة اقطع الشك في اليقين فالريال موجود هو بيخبركم مرة عمرتين شو رايكم خالد الخلدي انا عشرة معاه من زمن الزمن ومتعودين على بعض وهزرنا وكده يمكن يكون بيضايق ناس انا مش بيضايقني انا احبه بحب اسافر معاه واروح معاه واروح واجي معاه وهو كمان بيحبني ابقى معاه هو بيقول لي انا بحبك انك تكون معايا مش معقول واحد بيحبني انا ما اكونش بحبه يعني وبعدين انا ما استقدرش استغنى وكل اللي احنا بنعمله مع بعض ده هزار وانا متقبله ومبسوط بيه وبنفرح له ونضحك بعدها مش بحس انه بيقل مني ولا بيهني يعني بل بالعكس بنقضي وانا مبسوط جدا 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 مع خالد وبستنى كل فين وفين ما بيطلبني اسافر معاه لان انا ببقى مبسوط ومحتاج ان انا اسافر كمان وغير جو فيا ليت اللي عنده اي سؤال خاص فيه ما يسأل عن اي سؤال عادي رمس علم خبر شيء عام ما عليه اشياء خاصة ما اي سؤال يخصني روحي يا ليت لو ما حد يسأل لان هاي حياتي وهذا اسلوبي وهذه طريقتي مع اربعتي كلهم وعايش راضي بي وراضبهم فان شاء الله من الحين وساير اي سؤال بيين يحس انه مش ما بيكون ايجابي بالنسبه حقي انا ما برد عليه بجاهله صلاح ابوي عزر الا تخلون المصري يتفيزر عدالي بيموت على راحته تحيدوني انا مخبرنكم قايل لكم اي مطعم جديد بسيله وبيعيبني وبيوزني بخبركم وهذا التوم يوم صوب مالهم شيفته رقم واحد العلم باجي عند الله انا خالد كلها بسرعه شفطتها كلها قول ما شاء الله قول ما شاء الله ترى خلي يقول ما شاء الله فكره في جماعه من الفلورز تذكر ثمك هسه الله تلثم في جماعه من الفلورز وقضوني بشيء انا ما كنت تدريبي يعني شوف الله عليهم بخبركم الشوف علي جيب راسك او ان الشعر علي بكبره بنفسجي
ترى صدقهم والله مش مع المطعم هي والله صدق علي بالصدفة لا كذا بوقف وقت لا ورا شارك عشان يبين اللون جري نفس الدرجة نفس الدرجة هذا شوي يغمج وهذا افتح هذا البوميلو سلط مالهم البوميلو سلط مال نفس المطعم هذاك لكن هذا تحس بان المطعم غير وطريقته اسلوبه تقديمه غير هذا البابايا سلط مالهم يعني شوف طاولتنا كلها بيربل بيربل وين ما تصل بيربل بيربل حتى البنادم هذا بيربل لابس اسميك البنفسج لا الدور ها شوف كل هالواد البنفسج ريج كل هم ابوي يا حافظ عليك البنفسج على الله يحفظك دوم منو يربع وراك القوم تروقك مستعجل على ايه ولا حاجه طعمها حلو بس يا سلام تعقفي درام كتشب انت حاط حلوه رقم واحد ولا رقم اثنين اكيد هذا ها والله نار عابس لا ترد لا خضر ولا يابس ما شاء الله ما شاء الله الكساره شغاله كساره شغاله ما شاء الله بلدوزر قول لي كساره سيف بن درويش يا حافظ ها كساره سيف بن درويش ما شاء الله ما شاء الله هل امتلأت قالت هل من مزيد هذا طلب مال طلب اللي حق صلاح هذا لحم بط شو ما زينه بط وهذا ابوي عيش ويا بيض مقلاي صلاح بنخف شوي من العيش مالك وايد حبيبي زين وايد عليك هذا لا هني ها يلا بس ودك بعد خف شوي خاشوه معك خاشوه شوي هذا مالي انا هذا قبقوب كان الديب فرام مقلاي شو بسوي محتل يستهلني يتهلع عليه هذا شو الدواوير ها فلفل اسود ترى اليوم انا بعد متهلع على هذا براون رايس عيش بني فنان غير نموت تطلع منا عندهم كم ودي بس ما بنطعم هذا نطعم ثاني اكل ولا خلاص يلا ابدا يا اخوي شكرا اضرب الجرس اضرب الجرس هجوم براط شوي شوي ما حد يربع وراه طبيعي صلاح ترى من يخلص من الاكل ما يعيب يتمشى من العيال قدامه الحين معزر عليهم اللي يشدونهم بيون صلاح بيون تحمشت الحين مجلي لي عاد هنا صحنيه قبقوب من الصغار ويا فلفل اسود شي خضر روحه وكازا وعيش من هذا فنان رقم واحد ذوق الرز البني ده حلو؟ يجنن ايه رايك؟ حلو؟ انت من جاب التنين؟ رز ايه؟ الرز ده بقشره وماله؟ بقشره حلو؟ اول مره في حياتك الرز بقشره ده مش اشهر ما يكون في هالبلاد عندهم الستيكي رايس مع المانجو هذا العيش كيف سواي طريقة شرات الشيرة فيه هو تعرف عليه شيء عيش محمر معروف هذا شراته لكنه أبيض بدل ما يكون محمر أبيض هذا الأول يسمونه عيش فلاو ترى في الخليج نوعين للعيش شيء العيش الفلاو والعيش المحمر المحمر ما تعرف عليه اللي حمسه ولا الشكر وقد يحمر له عيش الفلاو العيش الفلاو شرات المحمر لكن ما يحرقوا له الشكر فيغدي هالنمونة ها متراس شرات متقابض يعني أنا في الوقت اللي خطف باغبنا بغض الدم في الجدم وما بمستلطفنا هذا اللي هو ستيكي رايس مع مانجو مرة ما بندان منه وعقب سبحان الله قلت لي بلاني ما جرب كل العرب تشكر عليه وكل الناس تمدحه وكل الناس تأيده أنا ما بغير على العرب حين يعيبني زين بلاني ما أصير ويربه يربته من يوم ما يربته أي مطعم تايلندي أدخل عاد يكون نفس المستوى هذا ما بأي مطعم لازم مطعم قبو عبود فيدوني ما أدحلكم مطعم التايلندي اللي مشاهد اللنتر كنت لنتر لكن يوم أبويت هذا لن أبوي هذا يبيع يشتري بهذاك بالمية ودي عاد شو باجي حين أخبركم عن الفاتورة كان هم وافج غالي شرات هذاكي أكثر أقل أخبر أتوقع أنه بيكون وايد غالي عن المطعم هذا شو السبب لأنها مول جديد وشيء فنان يعني شيء خيالي يعني مش مول عادي الخدمة والأكل من أروع ما يكون الخدمة بالذات الخدمة شيء غريب عجيب واللون البنفسج عادة حدث ولا حرج
اي فلوس ما من سنة 90 تقريبا اي تايلاند كل سنة مرة او شبه مرة او مرتين يعني مش اقل من مرتين يعني في جودة الاكل في المطعم هذا انا ما طعمته واسعاره موافجة زيادة على اللزوم يعني يكاد يكون بلاش يعني تقريبا 400 درهم بلاش 400 درهم وانا طلبت كل الاشياء الغالية الشيء الزين كل قبقوب ونغارة وربيان ولحم بط وما ادري شو ربات ما خليت شيء إلا عيزان أنا ما شيء أكلي عدي يذكر إلا نزلت حتى روحة زاغت وبأربعمية درهم لا والله يفدنا حتى عنبو المطعم اللي من يومين هم ما يسوي شف طعام حتى ما شبعنا والله ظهرنا يواعمنا حرام يعني 8000 ما 9000 مسلمين 9000 يعني حوالي 1000 درهم وهذا كم اللي صرطنا لين هذا منه لين اعتدلت ضلوعنا وسعر وايد وافج ما شاء الله 400 درهم والله يفدنا ويفدنا وثم يفدنا يلا ما لا بسكم عاد من هدربان ناخذ ابوي راي الجمهور بلاكم اي حايس حياتك تسم وكرهات دوكم اكل مضبوط ولا مش مضبوط رقم واحد ولا رقم اثنين رقم واحد 100 100 شكرا صلوحه ها علي شو رايك في الاكل كويس مش بطال مش بطال آه. والصواط هذاك اللي عندكم هذاك هو اللي مش حلو صواط سقم ريج يا سلام كرهات بدال الحمد لله يعني بكم شفت اللي عدالنا الطاوله طلبوا ناريل وتهلعت وطلبت شراتهم يوم جابوا لنا بورد يسلم على الشب هذا المطعم من الروع ما يكون ولا شفت اخير انا المبنى ولا المول والدنيا ابدا المكان ابوي والموقع وكل شيء لا صار ولا سوى من اكل ومن خدمه ومن مطعم ومن نظافه ومن علم ومن خبر وافين بيض الله تويهم وعشرات المطاعم عشرات المطاعم اكيد انه يعني مثل ما هذا التايلندي اخير ما يكون اكيد المطاعم الباجي اللي من كل بلد والمطاعم الثانيات اكيد انها نفس المستوى بيكون يعني مدام هذا التايلندي شيء فالباجيات شيء ايطالي شيء مكسيكي شيء ما ادري شو من كل فال يعني المبنى هذا فيه جميع الجنسيات ما عدا الاكل العربي اكل عربي ابوي ما فيه اكل عربي ابوي ما شيء اللي يحيد عمره ابوي ما يبل لك العشيركم المكان ابوي شيوخي اللي يحيد عمره ما في خص له من خصل الشيوخ والمشيخه لي اللي يحيد عمره من هايل واللي يحيد عمري يعني ما بيايز تل المشيخة ولا الطبع الشيوخي ولا مذهب المشايخ يتم أبوي مكانه في صندقته أبوي واللي يبي يواكب العصر ويواكب التطور ويتبع أبوي العرب وين تسير وين تي ويازم أبوي حالة من حال اللوادم يسير وين يسيرون ويجي انتقادي هذا زين وهذا زين ترى أبوي أبو عشر موجود أبو مليون موجود هبي يقولون هذا غالي وهذا رخيص كل شيء أبوي كل إنسان يدري على قد الحال يلا عاد بس عليكم من هدرباء عيستوني كم ها ترجوني حليلي صلاح فرعون من عقب ما صرت كم أكبر بطنة قدها أربع الله فرعون ليزيد عن صلاح ليزيد عن دري وكله في بطنة الحين نحن نزلنا في الدور الأرضي عادة مرة من أول الشارع شوفوا السقف هذا وين الأكر مال الليتات هاي لاكي مرة حين هذا حينه يمكن 6 أدوار لو 8 أدوار الحديقة والنهر اللي تحيدونها حين فوق من فوق هذا السقف بعد شيء 10 أدوار من غير اللي يقصده يعني شوف السقف هذا حين اللي فوق مرة هذا من عندي أنا لين السقف هذا تقريبا 8 أدوار من السقف وما فوق يمكن 10 أو 15 دور واللي فوق السقف هذا ليه تشوفونه الحديقة والنهار والمياه وما أدري كيف مسوي له أشياء صناعية شيء في منتهى الروعة سبحانك يا رب شيء جميل 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 الله عاطنهم ما شاء الله قوة ودقة في كل شيء يخدمونه ما شاء الله عليهم عيد ابوي اللي بيصير من محطة لمحطة خير بالقطار عن التكاسي القطار ابوي دقيقتين قمض برد التكسي ساعتين ما بياخذ الحين نحن في المحطة هاي يسمونها
ما ادري هاي اسمها هذا اسمها بنسير نحن يسمونها كيتلونج. كيتلونج في محطة شوف ما واحد واقف غير ها شوف كل هالواد تري اللي ينزلون صلاح ابويا وتريزر عدال الواد لا هود ولا احدى لا هو عجب تليفونها صلاح عيب عيب حبيبي لا لا عيب قالت صلاح نانا لا اسم المحطة نانا نانا هي يعلق عليها هاي اللي ترمس المول اللي تونا كنا فيه المركز هاي يسمونه الامبيريوم امبيريوم شيء اثنين واحد جديد وواحد جديد بين هذا وهذا جسر معلق يعني مثل اصقاع عمل فخمه كلها في البرج الجديد يعني من الدور اظني الخامس وما فوق نحن مطعم اللي كنا فيه دور السابع احنا اثنين يلا باي باي صلاح لا لا هذا قطار اللي تونا ظهرنا منه اي هذا ذاك الله قطارنا ماشي غمض برج ما شاء الله عليه ها الوارن بسم الله صح يلا بسرعه بسرعه ارتب ما شاء الله عليك يلا انت بعد اربع بوكي ورد جاينا ما شاء الله ما يندرى عاد ابنه عنده يا سلام رمهود السيف ماشي ما اعرف مكره حلوه حلوه ان انا نايم يعني هو بيزعلي تضحك على ايه انت بتضحك انت حاضر قاعد يتكلم في سكايب انا لقيت ها حمد ها Thank you.